اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا بس معلش يا عماد لازم اخد بعض الاسئله. اتفضل. لان طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا واحد بيعمل كده بيروح حته تانية خالص. المهم مرضي الجبيهي بيقول ما هي افضل بطوله حصلت عليها مع المنتخب؟ مع المنتخب يمكن بالنسبه لي كل البطولات اللي حققتها مع المنتخب طبعا مهمه، لكن كانت الاغلى 2006. ليها طابع، لان 2006 كانت في مصر يعني، فكان ما ينفعش نزعل الجمهور المصري. 2008 هي الاغلى والاروع بالنسبه لنا، حققنا فيها اداء جيد جدا وكانت نتائج جيده جدا. يمكن بالنسبه لي ما سجلتش ولا هدف في البطوله، لكن من الناحيه البدنيه كنت عامل مجهود كبير جدا. 2010 طبعا 2010 كنا لسه خسرين من الجزائر، فكانت بالنسبه لنا مهمه. وطبعا بطولة افريقيا للشباب خدت هداف البطولة وفزنا بالبطولة، ودي كانت البداية يعني بداية الانطلاقة يعني. بداية الانطلاقة. فالاربع بطولات بالنسبة لي هم مهمين جدا، لكن الاقوى بالنسبة لنا كانت 2008 دي احلى الاقوى والاحلى. تمام. طبعا ده على تويتر يا عماد.